يا جاحد، شو يعني بنتين وزير توظفوا؟ ايش يعني؟ بقول لك عندهم كفاءة وضمن الإطار القانوني وخبرة 10 سنين وشغلة بمشاريع البنت، وضعها ممتاز، وقال لك ستضيف إلى وزارة الحكم المحلي الجديد. يعني هاي جاي منقذة من السماء إلنا. أنا مش فاهم ليش هيك أنتوا بتعملوا كشعب. هالتنمر اسمه عنصرية. لا تزر وازرة وزر أخرى. بعدين بقول لك إطار قانوني عادي. ما هو إحنا يعني منعلن عن الوظائف وبقدموا الطلبات، منرن مثلا على 3-4 منقابلهم، وبيجي الخامس منقابله ضمن الإطار القانوني، ومنجمع عليه كلجنة إنه هو مناسب. إطار قانوني يعني. بعدين يا وزير اسمع أحكي لك شغلة، أنت برضو يعني بتزيدوها أنت الوزراء. يعني النبي حكي اجتنبوا الشبهة. هاي شبهة خطوصفوش يعني. احكي لها يا أبا بعينك الله، اشتغلي لك في مؤسسة خاصة بكذا من دبركون هنا، بدك تجيبي لنا الحكي. هاي جاكم الحكي مع قناعة التامة بأنهم خبرة، وأصلا إحنا يعني لا أحد يمتلك الخبرة اللي هم حاملينها، ولا ممكن حد يأخذ استثناء سي ولا بي ولا دي. فإحنا نتأمل من هذه الوظيفة إنه نلاقي بكرة تغير واضح في وزارة الحكم المحلي، والشعب اللي مش عاجبه روح بلط البحر. هاي اللي إجاك مش عاجبك حبيبي، عندك قنوات قانونية روح قدم فيها طعن في هيئة الفساد. هاي شو اسمها؟ هي هيئة مراقبة الفساد المصيدة، بتروح بتقدم الأوراق بتنسجن. روحوا مش عاجبكم، هاي اللي جاكم. أنا مع توظيف ابنة الوزير وإعطائها مدير A مش C. ما بعرفش أنو اللي أحسن A ولا C. هاي اللي جاكم. نعم، السلام عليكم حبيبي. Come to Palestine. سحلبت.